السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. وبالنسبة لهذا المقادير راني كاتبتهم بالعربية تحت الفيديو وفي آخر الفيديو. وصفة اليوم جاتو أو فروماج أو كيكة بالجبن. هذا الجاتو معروف ومشهور كثيرا هنا في كندا، مصنوع بجبن خاص به يسمى فيلادلفيا. هذا الجبن يشبه كثيرا في الذوق جبن كيري اللي يجي على شكل مربع. هذا الكيك متكون من 3 طبقات، الطبقة الأولى طبقة بيسكوي، وهذا البيسكوي أيضا خاص لصنع هذا الجاتو، يباع هنا في المحلات، وغادي نعطيكم البديل نتاعو إذا ما توفرش عندكم. الطبقة الثانية عجينة الجبن، والطبقة الثالثة اختيارية. أنا وضعت هذه الطبقة تشبه الحلقومة بالفراولة، تقدروا وضع فقط الفراولة لوحدها. وهذا الكيك يحبه كثيرا الأشخاص اللي يحبوا الجبن. سنمر الآن مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. سنبدأ أولا في صنع الطبقة الأولى التي تتكون من البسكوي. سنحتاج إلى 400 غرام بسكوي جراهام. هذا البسكوي خاص بالجاتو نتاع الجبن، يباع هنا واجد في المحلات هنا بعطر العسل، يباع عند ماكسي. وهذا البسكوي يستعمل كثيرا في صنع هذا الجاتو نتاع الفرماج. نحتاج ايضا الى 50 غرام نتاع زبده دايبه او مارغارين دايبه. الى ما توفرش عندكم هذا النوع من البسكوي، تقدروا تستعملوا اي نوع اخر نتاع بسكوي يكون جاف، تطحنوه مليح، تزيدوا له ملعقه كبيره نتاع عسل، ولا تحبوا القرفه ايضا تقدروا تزيدوا فيه قليل من القرفه، وكملوا بنفس الطريقه اللي غادي تشوفوها. سنضع هنايا الزبده مع البسكوي تاعنا ونخلطوهم مليح، يعني ما غاديش نتحصلوا على عجينه، غادي فقط تكون مبسه. من نخلطو مليح البسكوي مع الزبده كما راكم تشوفون، ناخذ هنايا قالب دائري القطره تاعه 25 سنتيمتر، راني دهناته قليلا بالزيت، ما تكتروش بزاف، وغادي نفرغو فيه البسكوي تاعنا اللي بسسناه مع الزبده. وغادي نعدلو مليح هذاك الخليط اما بواسطه سباتول او اليد، وغادي هكا تضغطوا عليه باش يدي هذيك الطبقه، وتقدروا تعدلوه ايضا بظهر تاع ملعقه. غادي نعدلوه جيدا ونخلوه على جهه. والان سنمر الى الطبقه الثانيه المتكونه من البسكوي نتاع الفرماج. بالنسبه للمكونات نحتاج 250 غرام نتاع جبن الخاص بالتشيز كيك. هنايا نستعمله كثيرا هذا فيلادلفيا، هو اللي يستعمل في هذا النوع من الحلويات. اذا ما عندكمش هذا النوع من الجبن تقدروا تستعملوا اي جبن اخر، لكن ما يكونش فيه الملح ويكون جاف على هذا الشكل، يكون جاف كيما هكاك. نحتاج ايضا 100 غرام سكر العادي اللي نستعمله في القهوه، 100 مليلتر نتاع كريمه طازجه او كريمه الطهي. الى ما عندكمش تقدروا تعوضوها باليوغورت الطبيعي، استعملوا علبه نتاع 100 غرام. نحتاج ايضا الى هنايا الفارينه او الطحين او الدقيق الابيض، ثلث كوب ما يعادل 50 غرام. نحتاج 2 حبات بيض، و40 غرام تاع زبده او مارغارين تكون طريه، والعطر الفانيلا ولا سكر فانيلا على حسب ذوقكم اختياري. تقدروا ايضا اضافة عطر الليمون. سنأخذ اناء الخلاط، نضع فيه السكر، البيض، وسكر فانيلا، وغادي نخلطهم جيدا حتى نتحصلوا على كريمة، يعني الطريقة المعتادة. كما شفتوا المكونات الكندية، لكن الطريقة هي طريقتي في تحضيره. غادي نخلطهم جيدا حتى نشوفوا السكر داب تماما، وتحصلنا على كريمة صفراء فاتحة اللون على هذا الشكل. هنا السكر راه داب تماما، هذا الخليط هو اللي يعطي هذيك الهشاشة للبسكوي. الان غادي نزيد عليه الجبن. في مكان هذا الجبن كما قلت لكم تقدروا تستعملوا فروماج كيري، هذاك اللي يجي على شكل مربعات، هذاك ايضا يعطي نفس النتيجة. غادي نخلطوهم مليح حتى نشوفوا المكونات تجانسوا مليح.
تقدر تستعمل الباتور العادي. كي نشوفوا هنايا الجبن داب تماما، نزيد عليه الكريمة الطازجة او كريمة الخفق، تقدروا تعوضوها كما قلت لكم باليوغورت الطبيعي. نزيد عليه ايضا الزبدة او المارغرين، ودائما راه يتخلط في نفس الوقت. بعد كي نشوفوا الخليط تجانس تماما، غادي نحبسوا عليه. شوفوا الكريمه كيفاش راها متماسكه وكثيفه، ما لازمش تكون سائله. غادي نزيد عليه الان الفرينه والطحين او الدقيق الابيض، وغادي نخلطوه ببطء من الاسفل الى الاعلى كما لا جينواز، حتى نشوفوا الفرينه دخلت مليح في الكريمه. هنا بعد ما خلطناهم مليح، غادي نفرغوا هذا الخليط فوق الطبقة الأولى نتاع البسكوي، والخليط كما قلت لكم لازم يكون كثيف باش تكون عندكم هذيك الهشاشة. لو كان يكون سائل غادي يجيكم صلب، هذه الطبقة غادي تجيكم صلبة ولا معجنة. غادي تعدلوا مليح هذيك العجينة باش الكيك يكون عنده نفس السمك في جميع المساحة. ها هو الكاطو نتاعنا، والان سنقوم بطهي الكاطو نتاعنا في فرن ساخن على درجه الحراره العاديه 180 درجه مئويه، ما يعادل 350 درجه فارنهايت. تخلوا الفرن يسخن جيدا، ومن بعد كما شفتوا انايا الكاطو وضعته في بلاطو اخر باش تسهل عليا عمليه حمله، والبلاطو هذا وضعته في وسط الفرن وخليته في الفرن حتى تحمر مليح واحد 30 دقيقه، يعني على حسب نوعيه الفرن نتاعكم. انا نبغيه يكون محمر مليح، وحتى نشوف هذوك الشقوق من الفوق، من نشوفهم نعرف بلي الحراره وصلت حتى الاعلى وراه طايب مليح في الوسط. الان غادي نخليه يبرد على درجه حراره الغرفه، ومن بعد نديروه في الثلاجه على الاقل ساعه باش يشد روحه. والان سنحضر الطبقه الثالثه نتاع هاد البسكوي اللي غادي نزينوا بها الكاطو. هذه ورقة تاع جيلاتين وضعتها في الماء البارد حتى تصبح لينة، هذا هو السر تاع الورقة تاع الجيلاتين، لازم تكون لينة على هذا الشكل، ما لازمش تحطوها وهي صلبة لاخاطرش ما غاديش تذوب لكم. وانا يمين حطيتها في الماء حتى هذيك الحافة نزعتها لاخاطرش ما بغاش تولي لينة، كانت صلبة. لو كان نوضعها بهذا الشكل غادي ما غاديش تذوب لي وتبقى لي حبيبات في هذاك الكلاصاج. في الاناء في كاسرونه غادي نوضعوا عصير الفراوله، هذه الوصفه راكم شفتوها معايا من قبل، هي نفسها اللي عملناها. غادي نوضع واحد 200 مليلتر، ما يعادل كوب اللي يحوي 250 مليلتر تاع ماء، ناقص منه قليلا. غادي نوضعهم فوق النار متوسطه، ونخلي الخليط من يبدا يغلي نطفي على النار، ونوضعوا هذيك الورقه تاع الجيلاتين. غادي نخلوها لبضع ثواني لداخل، من بعد غادي نحركو مليح حتى نشوفوها دابت تماما، يعني الجيلاتين لازم تكون لينه، وهذا الجيلاتين حلال تباع عند محل اميره متواجده بكثره. شوفوا هنايا ها هو راه ساخن، والورقه تاع الجيلاتين دابت تماما. غادي نخلي الخليط تاعنا هذا حتى يصبح دافي باش نزيدوه للكاطو تاعنا، ما لازمش تحطوه ساخن لانه غادي الكاطو يشربه كاع، وما لازمش تخلوه حتى يبرد، لو كان يبرد كاع غادي يجمد لكم في الكاسرونه، لازم تحطوه وهو دافي. ها هو الكاطو هنايا مخرجته من الثلاجه، من بعد وضعت فيه الطبقه الثالثه، هنايا راه دافي هذا الخليط. بعد غادي نعدلوه مليح ونعاودو نرجعوه للثلاجه لمده ساعه باش هذيك الطبقه تولي جافه وتشد روحها مليح، ما لازمش تفتحوا عليه الان لانه كما راكم تشوفوا مازالت سائله. هنا بعد ما وضعناه في الثلاجه راه ولا جاف يبس مليح. هذيك الطبقه الثالثه غادي نمروا السكين على الحافه باش نساعدوا الكيك باش ننزعوه، وانا استعملت هذا اشارنيير يساعد كثيرا. الا ما استعملتوش اشارنيير حاولوا عليه غير بالعقل باش ما يتهرس لكمش. ها هو الكارطون تاعنا، شوفوا كيفاش يجي طبقات باينين
الطبقه تاع البسكوي وتاع الجبن والطبقه الثالثه. تقدروا تخلوه على هذا الشكل، وتقدروا ايضا تزينوه. انا وضعت لا جولي، تقدروا توضعوا ناباج ولا مربى المشمش على جميع الحافه باش من بعد هذوك لي زاموند ايفيلي يلصقوا لنا. وراني محمصتهم هذوك لي زاموند ايفيلي. تقدروا تستعملوا الكاوكاو ايضا محمص ومطحون. من وضعوا هنايا لا جولي على جميع الحافه غادي نديروا هادو لي زاموند ايفيلي باش الشكل تاعها يكون جميل. وكما قلت لكم تقدروا تخلوا على الشكل الاول. بعد ما كملنا تزيين الحافه انا زينته من الفوق بقطع الفراوله. وهذا النوع من الكاطو تقدروا ما توضعوش هذيك الطبقه الثالثه اللي زدتها، تقدروا فقط وضع الفراوله على جميع المساحه. وهنايا ندير دائما الفواكه لازم ديروا لهم الناباج ولا لا جولي باش يكون عندهم هذاك اللمعان. يعني التزيين يبقى على حسب ذوقكم. وضعت قليل من الناباج ايضا من الفوق هكاك على شكل خطوط، وها هو الشكل النهائي نتاعه. هذا الكاطو عطاني بالتقريب واحد 8 حصص حجم كبير، يعني تنجموا تحصلوا حتى 12 قطعه. غادي نفتح لكم من الداخل وتشوفوه ايضا كيفاش يجي. ولازم تستعملوا سكين يكون حاد مليح باش هكا كيقطع القطع يكون عندكم الشكل تاعها مليح. ويستهلك من الافضل بارد. هما الطبقات شوفوا كيفاش راهم باينين واش هي طيبه. غادي نقطع لكم وتشوفوا كيفاش الهشاشه تاع تجي دايره. بالنسبه لملاحظات اليوم بالنسبه للعجينه اللي راهي لداخل هذيك تاع الجبن، تقدروا تضيفوا لها الفواكه الجافه مثل بلوي ولا قطع تاع لي فريز هكاك في الوسط باش هكاك الشكل تاعها يجي جميل وايضا تجي لذيذه. والملاحظه الثانيه غادي نقترح لكم شكل بسيط للتزيين. من تنحوا الكيك من القالب ما توضعولهش لي زاموند ايفيلي في الحافه، ومن الفوق ايضا ما توضعوش هذيك الطبقه الثالثه، تقدروا ما توضعوهاش. غادي ترشوه فقط بالسكر الناعم، يعني كي تكونوا مقلقين ولا مباشره هيئوه وخلوه يبرد وديروه فقط بالسكر ناعم ايضا يجي عنده شكل اخر. والملاحظه الاخيره تتعلق بالجبن. كما قلت لكم اما تعوضوه باي جبن اخر يكون ما يكونش فيه الملح ويكون جاف مليح، ولا تقدروا تعوضوه بالجبن كيري هذاك اللي يجي على شكل مربعات هذاك عنده نفس ذوق فيلادلفيا. وصلنا الى نهايه وصفه اليوم، هذه ايضا من بين طلباتكم وان شاء الله تكون عجبتكم. ونقولكم مع السلامه والى الوصفه الجايه ان شاء الله.